السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولعل بقية من الحديث الذي كنا نشرحه لم تتمم ولم نأتي على شرحها، أرجعنا ذلك إلى درسنا اليوم، وهو الحديث الذي يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. قلنا إن لهذا الحديث طريقا آخر غير طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحقيقة ولكن هو بطرق أخرى، رواه الإمام أحمد غير بغير هذا الطريق، ورواه الحاكم في مستدركه، ورواه البيهقي، وأيضا رواه الترمذي بألفاظ قريبة. فالحديث إذن صحيح. فسرنا المقطعين الأوليين: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، ووقفنا عند هذا الحد. بقي قوله صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا أمر تربوي آخر، وهو من الدقة بمكان، والمعنى أن على الأبوين عندما يتجاوز الأولاد سن التمييز، وطبعا الولد إذا تجاوز سن التمييز دخل في مدارج المراهقة، يعني من 9 فما بعد تبدأ أولى سنوات المراهقة، ثم إنها تصل إلى الأوج في 13 وفي 14. في هذه المرحلة، وهي مرحلة خطيرة ومرحلة حساسة، ربما يتقرر في هذه المرحلة وضع هذا الطفل. ينبغي على الأبوين أن يكونا شديد المراقبة لأولادهما ذكورا وإناثا، ولكن هذه المراقبة لا تعني بأي شكل من الأشكال شدة أو عنفا أو تضييقا عليهم، هذا غير وارد، وإنما يقصد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الأبوين ينبغي أن يكون اهتمام كل منهما بالغا في توجيه ولده وتهذيبه وحمايته من الانحراف، وكل ذلك له طرق جميلة ولطيفة وإيجابية وسائقة. هنالك طرق وقائية قبل أن نصل إلى درجة أو إلى مستوى العلاج، والنبي عليه الصلاة والسلام لا أقول في أكثر أحاديثه عن تربية الأولاد، بل دائما عندما يتحدث عن تربية الأولاد يلفت أنظارنا إلى الوقاية قبل أن نقع في مقتضيات العلاج وفي ضروراته. فمن الوسائل الوقائية
هذا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام. فرقوا بينهم في المضاجع. التفريق أن يكون لكل ولد سريره الخاص به، وإن كانوا في غرفة واحدة. وليس المعنى الذي يهدف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لكل غرفته الخاصة به، فأولا هذا من العسر بمكان، ثانيا ربما كان هذا مناقضا للمبادئ التربوية وزجا للولد في جو من الوحشة. والوحشة ليست أقل خطرا من الجو الموبوء الذي نخشى على الولد منه. فكما أن علينا أن نبعد الطفل عن أي جو أو مناخ موبوء، فكذلك ينبغي أن لا نزجه في جو موحش، ذلك لأن هذا الجو الموحش يثير أمامه الأخيلة ويثير أمامه التصورات، وشيئا فشيئا يندفع إلى تحقيق نسيج أخيلته وتصوراته وما إلى ذلك. ولكن الأمر ينبغي أن يتم على منهج وسطي، فليس المطلوب أن يفرق بين الولد وأخيه بجدار، وإنما المطلوب أن يفرق بينهما في المضاجع، فيكون لكل ولد مضجعه المنفصل عن أخيه أو عن أخته. وهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوح بمكان، والحكمة من هذا الأمر أيضا من الوضوح بمكان. وأتصور أن أحدا منا لا يحتاج إلى أن نناقش هذه الوصية النبوية وأن نسأل عن خلفياتها وأسبابها والحكمة منها، فهي أجلى وأوضح من أن تحتاج إلى مؤين أو أن تحتاج إلى سبب وحكمة. ولعل فينا من يقول ولكن الطفل صغير، هو لا يزال في العاشرة أو الحادية عشرة. نعم هو صغير، ولكن كل التصورات والأخيلة تتجمع في كيان الطفل في هذه الفترة، وفي هذه الفترة أيضا تتفتح غرائزه. والمشكلة أو النقطة الخطر هنا أن غرائز الطفل تتفتح في جو غير ملائم بعد. عقليته لم تنضج بعد، مداركه لم تنضج بعد، بينما غرائزه بدأت بالتفتح. لو أن العقلية تتكاملت ونضجت، فإن هذه العقلية تستوعب يقظة الغريزة، فلا حرج ولا إشكال. ولكن الطفل تتفتح غرائزه قبل أن تتكامل أفكاره وقبل أن ينضج وعيه. هذا هو الشأن وهذا هو المعروف. الغرائز تسبق العقل في الظهور والنضج، ومن هنا تأتي خطورة مرحلة المراهقة. إذن ماذا ينبغي أن نصنع؟ ما ينبغي أن نعنف؟ وما ينبغي أن نشتد؟ وما ينبغي أن نضيق؟ وإنما ينبغي أن نأخذ الطفل بوسائل الحب وبوسائل الإيناس، وبدون أن يشعر نرسم له منهجا نسيره فيه، دون أن يشعر أننا نضغط ودون أن يشعر أننا نضيق، وإنما نضعه أمام نظام. هذا هو النظام بقطع النظر عن أي شيء آخر. ومن جملة بنود هذا النظام ابتعاد مضاجع الأطفال في هذا السن بعضهم عن بعض، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام
الأمر لون من ألوان الوقاية والحذر من الشر عن طريق الوقاية أفضل من المغامرة باسم أن الطفل صغير وباسم أنه لم يبلغ بعد درجة هذا التنبيه. والبعض منا يقول إننا عندما نفعل ذلك نوقظ ذهنه إلى شيء هو غافل عنه. سمعت من يقول هذا الكلام، فنحن بهذا نضره بدلا من أن نفيده. ومن الذي قال لك عندما تنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تمارس اللا حكمة في هذه القضية؟ نظام متبع تطبقه وتنفذه دون أن تشعر الأولاد بأي سوء ظن، دون أن تشعرهم بأنهم يتجهون إلى خطر. كل هذا الكلام غير وارد إطلاقا، لكنه نظام وسنة نبوية نأخذ أنفسنا بها بقطع النظر عن كل شيء. ولذلك فهذا الحذر الوهمي غير وارد أبدا. أقول بعد هذا، ما أكثر من يخالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ويستهين بها بلون من اللامبالاة أو بدافع آخر ربما، المهم أنه يستهين بها. وأنا هنا لا أتحدث طبعا عمن لم تمكنهم الفرص من تنفيذ وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا أتحدث عن الضرورات التي تبيح حتى المحظورات فضلا عن المندوبات، وهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من المندوبات المؤكدة. لا أتحدث عمن ألجأهم الفقر إلى أن يكونوا هم وأولادهم في غرفة واحدة ربما. أسأل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء السعة والفرج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد هذه البلدة وهذه الأمة بالرخاء. هؤلاء لا أتحدث عنهم إلا بهذا اللون، أدعو الله عز وجل لهم. لكن هنالك من يملكون تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عن الاهتمام بها معرضون. ما النتائج التي تقع من خلال الإعراض عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه؟ ما أكثر ما سمعت وما أكثر ما وصلتني رسائل، رسائل كثيرة، كثير منها مهمل من التوقيع، وكثير منها وضعت فيها النقاط على الحروف. يشكو أصحابها من جرائم، من أخطاء شنيعة وقعت بين الإخوة والأخوات، بسائق من عدم الاهتمام بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكلمنا عن طرف منها في درسنا الماضي، وبسائق من عدم الاهتمام بهذه الوصية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسئلة تأتي ومشكلات تطرح، وكأني أستطيع أن أضع في هذه المشكلات علاجا سحريا يعيد الأمور على نصابه كما لو لم تقع هذه المشكلة، مع أن الأمر ليس كذلك. إذا فات أوان الوصية وفات أوان
المسألة التي ينبغي أن نأخذ حذرنا منها فليس أمامنا إلا شيء واحد هو الندم والألم واتخاذ درس من ذلك للمستقبل. لا نملك أكثر من هذا أبدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت أخطار المراهقة تنبع من الداخل ولا يفد منها شيء من الخارج إلى الإنسان. فماذا نقول وإن الطفل اليوم يجد نفسه أمام غرائز تتفجر في داخله وأمام مظاهر أخرى تثير هذه الغرائز من حوله وتطوف به أن ذهب؟ في المجلة التي يقرأها وفي كثير من المشاهدات التي تقع عينه عليها وفي الرفقة التي يلازمها إلى آخر ما تعلمون، هذه كلها مهيجات، وهذه المهيجات أدعى إلى أن ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست وصية إنما هي وصايا، بنود من الوصايا، سلسلة من الوصايا ينبغي أن نؤديها بدقة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو فعلنا ذلك لحقق الله لنا من الوقاية ما يرقى إلى درجة المعجزات. لو فعلنا ذلك. وآية هذا أن ننظر إلى الأسر التي تنفذ هذه الوصايا النبوية وتنشئ أولادها في ظلال من التربية النفسية الدقيقة الخاضعة للمنهج الإسلامي. ابحثوا عن هؤلاء الأطفال الذين يترعرعون في هذه الأسر، هل تجدون شيئا من وقع هذه الغرائز سواء المتفجرة في داخلهم أو التي تطوف بهم من حولهم؟ هل تجدون لشيء منها وقعا يدفعهم إلى انحراف؟ لن تجد ذلك، لأنهم يعيشون في حصن من هذه الوقاية الربانية العجيبة. وليس لأحد أن يسألني عن مقياس المادي لهذه الوقاية، لأن هذه الوقاية ليست نابعة من تربة أرضية ذات أبعاد مادية، وإنما هي هابطة من عناية إلهية ترصدها البصيرة ولا يراها البصر. هذا شيء معروف. وإن أردت أن أفصل القول يسيرا في هذا الموضوع فإنني أقول، وهو شيء ذكرت طرفا منه في الدرس الماضي، الطفل عندما يخلقه الله يخلقه الله مطبوعا بالفطرة الإيمانية، حبه لله وحنينه إلى الله عز وجل وبذور إنسانيته موصولة النسب بالله عز وجل لا عبر عقل وفكر لم يتفتحا بعد، بل عبر خط صاعد من كيانه إلى الله عز وجل غير منظور. ثم أنت إما أن تنشئ هذا الطفل في النفق أو ضمن القناة التي رسمها لك الله عز وجل وبينها رسوله، إذن هذه الفطرة تتنامى وتعظم. لو أن كل المؤثرات ولو أن كل المغريات طافت بهذا الطفل وهو طفل وهو مراهق وهو بالغ أشده، لا يمكن أن تتسرب إليه على وجه الإبعاد عن الحق أو على وجه حمله على الانحراف أبدا. قطعا يشعر بها لأنه بشر والرسول كان يشعر بهذه الأشياء، لكن الشعور بها شيء واندفاعه بواسطتها إلى الانحراف
شيء آخر. هذا الطفل عندما يرقى إلى مستوى المراهقة التي هي أخطر مرحلة في حياة الطفل، تجده مترفعا عن كل شيء، تجده مترفعا عن كل ما يبعده عن سمن الهداية، بدون أن يحرج الأبوان نفسهما، وبدون أن يتعبا أنفسهما عن طريق ضغط، عن طريق شدة، عن طريق أي وسيلة غير وسيلة التربية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينشأ الطفل على هذا النحو، لا لأن هنالك لونا تربويا طبقناه طبق نظرية جون ديوي، أو طبق نظرية إميل دوركان، أو طبق نظرية عالم من علماء التربية وعلم الاجتماع، لا معاذ الله، ولكن لأننا حافظنا على الصلة الفطرية بين هذا الطفل وبين خالقه سبحانه وتعالى. سلوا عن هذه الحقيقة الأسر التي تتحرك تحت مظلة الإسلام، سلوا الأبوين اللذين جمعهما الله عز وجل على هدى وعلى صراط ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهما، وانظروا كيف ينشأ بينهما أولاد هم أشبه بالملائكة منهم بالبشر، على الرغم من أنهم بشر ويشعرون بما يشعر به البشر. هذه البلدة مليئة ولله الحمد بهؤلاء الشباب، أو إن قلتم بهؤلاء الأطفال، فلماذا لا نسير سيرتهم؟ وأقول لمن يرسل إلي رسائل يبث إلي فيها بعض الفضائح، وأسأل الله سبحانه وتعالى الستر لنا جميعا، أقول لماذا تطبقون على أنفسكم المثل القائل، المثل العربي المعروف، الصيف ضيعت اللبن؟ هنالك وصية لاحقتك من نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، تحدثت عن بعض منها في درس الماضي، وهي مفصلة تفصيلا موسعا في كتب كثيرة، منها إحياء علوم الدين للغزالي. لاحقك المصطفى بهذه الوصية، فلماذا لم تنفذها؟ جهد استطاعتك ولسوف تجد أن ولدك عون لك عندئذ، بل بدلا من أن تهديه سيهديك، وبدلا من أن ترشده سيكون عونا لك على تسييرك في طريق الرشد، في طريق السعادة. هذه حقيقة ينبغي أن ندركها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فرقوا بينهم في المضاجع. أما آخرون فماذا يقولون بدلا من هذا؟ يقولون: خير من هذا أن نعلم الأولاد بمجرد إطلالتهم على المراهقة، ينبغي أن نعلمهم كل هذه الغرائز وكل هذه الأشياء التي سيقبلون عليها قبل أن يفاجأوا بها، ينبغي أن يتعلمون، أو بعبارة أصرح ينبغي أن يتعلموا الجنس بكل متعلقاته وشؤونه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرقوا بينهم في المضاجع. ويأتي من شم رائحة نهج غربي، وأنا أسمي هؤلاء دائما مجاذيب الغرب، هم فعلا مجاذيب الغرب، يأخذ من أولئك الناس هذا المنهج فيعانقه ويتعشقه ويدعو إليه. وأنا أحب أن أحاكم هذه النظرة أيها الإخوة إلى المنطق، إلى المنطق لا إلى أي شيء آخر. إن أردنا بتعريف هذا الشاب، تعريفه
طبيعة الإنسان وما فطر الله كل من الرجل والمرأة عليه، والأمور التي هو مقبل إليها علميا، وعلى النهج الذي يحفظ ولا يجعله يسير سيرا عشوائيا واقعا تحت براثم غرائزه، إن كان هذا هو المطلوب فإن الشارع سبقهم إلى هذا، والشريعة الإسلامية هي التي نفذت هذا بدون أن تدعو إليه بطنين وزعزعة. ولكن المعنى المراد من هذا ليس ذلك، المعنى المراد أن نزج هذه الناشئة في واقع منحرف باسم التعريف بالغريزة الإنسانية، أن نلهب مشاعرهم بالصور بالمشاهد بالوقائع باسم أننا نعرفهم، باسم أننا ننبههم. ومن ذا الذي يؤخذ بهذا الكلام الضحيل؟ وأي أحمق يمكن أن يتأثر بهذا الكلام؟ الشريعة الإسلامية التي أسير ولدي في طريق معرفتها تتلقفه منذ عهد المراهقة لتحدثه عما هو مقبل عليه، لتحدثه عن الجنابة ومعناها، لتحدثه عن مقوماتها وأسبابها، ولتحدثه عن المني والمذي والودي والفرق بين هذه الأشياء كلها، ولتحدثه بعد ذلك أو تحدثها أيضا عما هي مقبلة عليه من هذه الأمور، وعن الصلة التي أقامها الله بين الرجل والمرأة والحدود التي ينبغي أن تصان في هذا الطريق. كل هذا يدرسه الشاب في مقدمات الفقه الإسلامي، في الأبواب الأولى من الفقه الإسلامي، حتى إذا بلغ مبلغ الرجال وجد نفسه ذا ثقافة كاملة في هذا الصدد، لكنها ثقافة تحفظ ولا تورث، ثقافة تعي ولا تزج في المهالك. هذا هو الإسلام. والمشهد الذي يجسد هذه الحقيقة أيها الإخوة أن صورة ما أكثر ما تتكرر أمامي تجسد هذا المعنى الذي أقوله لكم. شاب حديث العهد بالهداية والإقبال إلى الله عز وجل، لكن قطعا يتجاوز عمره 15، ربما هو في 20 من عمره مثلا، هذا واقع يتكرر كثيرا أمامي. حديث عهد في الهداية والإقبال على الله، يسألني أحدهم وهو سؤال يتكرر كثيرا، يسألني ماذا يصنع إذا كان الشاب يشكو إلي واقعه أنه يتعرض كل يوم للجنابة، كيف يغتسل وهو في فصل الشتاء ولا يستطيع أن يغتسل بالطريقة التي تحافظ على صحته بالشروط الصحية المطلوبة وهو يتعرض للجنابة كل يوم؟ كيف تتعرض للجنابة كل يوم؟ اشرح لي. وإذا به لا يعلم الفرق بين المني والمذي، ولعل فينا من لا يعلم الفرق أيضا من هؤلاء الشباب. نعم. عاش منحرفا مدة طويلة بعيدا عن مهيع الإسلام، والمفروض أن مجاذيب الغرب كان عليهم أن يعرفوه كل شيء، ومع ذلك فهو لا يعلم الفرق بين ما يسمى المني والمذي. المذي عبارة عن مادة تخرج عقب شهوة بسيطة، عقب تصور لأمر، رؤية لمشهد، لصورة، تخرج هذه المادة اللذيذة وهي لا تستوجب غسلا
ولا تستوجب إلا الوضوء والتطهر منها. مسجد قائم ومحرابه موجود، المحاريب كانت موجودة في المسجد إشارة ورمز إلى القبلة. رب رجل بعيد نائم عن هذه المدينة يدخل فلا يعلم أين يتجه ليصلي، كان المحراب شرط أساسي لمعرفة جهة القبلة. وهذا الرمز الذي يسمى محرابا قد يتطور ويتبدل من عصر إلى آخر. ما ينبغي أن نجعل من جمود الإسلام ما يشبه المدينة المسحورة. كيف يكون ذلك؟ ثم كيف يمكن أن أتعامل مع عباد الله بالحب؟ وهذا شأني وهذا عملي، أخيف الناس أرعبهم. لا يستطيع أحد أن، هذا موجود في الجزائر يا أخوانا، أقول هذا في الجزائر البلد الذي كنت أرفع الرأس عاليا منتشيا بما فيه من صحوة إسلامية، الآن الشر يتربص بهذه الصحوة، وهذا مرتع للمتسللين. ما هذه الأمور شيئا، فهو كلما اهتاجت به غريزته وأحس بشيء من هذه المادة ظن أنه أصبح جنبا وأن عليه أن يذهب فيغتسل، وهذه حالة قد تتكرر كثيرا. نعم، ولكن الإسلام الدين القائم على الفطرة وعلى مقتضيات المصلحة وعلى ما نسميه دائما بالأمر الواقعي لا المثالي المجنح، هذا الدين يقبل على هذا الشاب فيرعاه يعرفه يبين له. أقف أمام هذا الشاب لأبين له أن هنالك ثلاث مواد، الودي والمذي والمني، علامة الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، هذا وذاك يستوجبان الوضوء فقط، والثالث هو الذي يستوجب الغسل، وعلامة الثالث كذا وكذا وكذا. واقرأ كتابا في أبواب الطهارة الأولى التي تساوي ثلث أبواب العبادات. فعلى هؤلاء الذين يتمشدقون بأن الشاب المتدين بعيد عن الثقافة الجنسية وأن هذا عبارة عن ثغرة ثقافية في حياته، عليهم أن يسكتوا وأن يسكتوا أنفسهم وأن يرتدوا إلى زاوية من الخجل، ذلك لأنهم إنما التقطوا مما يسمى بالثقافة الجنسية دخان هذه الثقافة ولم يلتقطوا جوهرها. أما الإسلام فيقدم للشاب جوهر هذه الثقافة ويبعده عن دخانها، هذا هو المنهج الإسلامي وتلك هي التربية الإسلامية المثلى التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسير على نهجها وعلى أساسها. هذا الكلام أيها الإخوة يجرني إلى شيء آخر، لأنني عندما أذكر بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما في المضاجع، طبعا هذا الكلام يستمر، وكلما تنامت حياة كل من هؤلاء الأولاد هذه الوصية يكون الاهتمام بها أبلغ وأشد. ربما جاء الأبوان وربما جاء هؤلاء الشباب أنفسهم فشكى إلي الواحد منهم إن بلسانه مباشرة وإن بكتابة أرسلها، يقول أنا إنسان مسلم وملتزم ولا أحب أن أنحرف، ولكن الوضع في بيتنا لا يتفق إطلاقا مع العزم على السير على هذا المنوال، فالدار
التي أسكنها ليست دارا إسلامية، لا من حيث اللباس الذي تقوم وتقعد به المرأة، الأم أو البنات، كل من يخشى الدار، ولا من حيث السهرات العائلية التي نلتقي عليها، ولا من حيث موضوع هذه السهرات التي نزجي بها الوقت. وأنا مسلم وأنا أعيش في وقود بهذا الشكل، فكيف الخلاص وما العمل؟ كلام يتكرر كثيرا. الآن الشكوى ليس من الآباء صادرة، وإنما هي صادرة من الأبناء الذين في الدار لا يتقون الله عز وجل في مظهر يقومون ويقعدون به ذكورا وإناثا. والإنسان فعلا كتلة غرائز زائد روح علوية سكبها الله سبحانه وتعالى في كيان هذا الإنسان. فما العمل وما الجواب؟ أذكركم أيها الإخوة بما قلته أكثر من مرة، إن المشكلات الإنسانية التي عالجها الإسلام، صحيح عالجها، لكنه عالجها على أساس من روح المسؤولية المتعاونة المتبادلة. فما من مشكلة تربوية اجتماعية نقرأها في كتاب الله إلا ويدعو الله إلى تطبيقها كتلة من أفراد الأسرة جميعا، أو من أفراد المجتمع، أو من فئات المجتمع، ليتعاونوا على حل هذه المشكلة. فالباري عندما كلف الشاب أن يستقي، ما وجه الخطاب إليه فقط في نجوة عن أبويه وأخواته وإخوته، أبدا، وإنما حمل مسؤولية استقامته أعضاء الأسرة كلها. وعندما خاطب الأب ما خاطبه فقط، وإنما خاطب الأم وخاطب الأولاد وخاطب كل أعضاء الأسرة في وقت واحد. فالمشكلة التي تتسرب إلى الدار لا تحل من خلال تصرف فرد، وإنما تحل من خلال تصرف أعضاء الأسرة كلها. فإذا أهملت الفتاة واجبها الذي ينبغي أن تتمسك به في دارها، وإذا أهملت الأم أيضا هذا الواجب، وإذا أهمل الكل نظام سهراتهم ولقاءاتهم في الليل والموضوع الذي ينبغي أن يتبادلوه فيما بينهم، فإنما يشبه الوباء يسري في الدار. وإذا سر الوباء في الدار شيء طبيعي أن تتدخل جراثيمه إلى الأجسام التي تعيش في تلك الدار. هذا هو الشيء الواقع. لذلك جواب هذه المشكلة خطاب نتوجه به إلى أعضاء الأسرة في كل دار، طالما كانوا مؤمنين بالله عز وجل، أن يلتزم كل منهم أوامر الله سلوكا مظهرا منهج حياة، ينبغي أن يتم هذا. وهذا شيء طبيعي ما دمنا نحن مسلمين، لكن إذا لم يتحقق هذا وكان شاب في داخل هذه الأسرة قد هدي إلى الله وانتعش بالاصطلاح مع الله وبايع الله عز وجل ووقر في قلبه حب مولاه وخالقه، طبعا لا يحب أن يعصيه، إلا أنه لن يصبح ملكا، هو في الوقت ذاته بشر. ما العمل؟ والله لا منجا في هذه الحالة إلا الدواء الواحد الأوحد الذي أذكر به دائما وأدعو إليه دائما، ما هو؟ الالتجاء الدائب إلى الله عز وجل. فأنا أقول لهذا الشاب الذي يعاني من أمره ما يعاني، لأن أسرته ليست ملتزمة، ولأنه لا يستطيع أن يضبط عواطفه وغرائزه، أقول له ارحل إلى الله، فر إلى الله كما يقول هو، ففر إلى الله.
وذلك بأن تجلس بين كل عشية وضحى في كل مناسبة تناجي الله، تعرض عليه شكوى بدلا من أن تعرضها على واحد مثلي برسالة أو بكلام. قل يا رب أنا عبدك وأنت ربي، لا تتخلى عني، أنت الذي وضعت بين جوانح هذه الغرائز، وأنت الذي ألهبت قلبي الصغير بهذه المؤثرات، والجو من حولي كما ترى وأنا غير قادر على الصبر إلا بتصبيرك. فيا رب كما ابتليتني بهذه الشدائد أكرمني بالخلاص منها. وهذا ما ينتظره الله منه. الباري عز وجل له حكمة عندما يدفعنا إلى بعض المصائب فنضيق ذرعا منها. لماذا يدفعنا؟ لأنك نسيت الله في رغدك فألجأك إلى ضيق يذكرك بالله. الإنسان المعافى كثيرا ما تنسيه عافيته فيبتليه الله بمرض ما. لماذا ابتلاه الله بهذا المرض؟ حتى يصحو فيلجأ إلى الله عز وجل. والله يحب من العبد أن يمارس عبوديته لله عز وجل. نعم، مارس هذا العلاج واستقر على هذا النحو، وانظر كيف يمجدك الله سبحانه وتعالى. إما أن يصلح أسرتك، وإما أن يقدرك على الصبر على هذا النهج الذي تراه. وقد قلت لكم أكثر من مرة إن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام نبي، وابتلاه الله بما تعلمون، وكانت قمة هذه الابتلاءات أن راودته امرأة العزيز عن نفسها. كلكم يعلم الجو الذي ابتلاه الله عز وجل فيه بهذه البلية. فماذا كان يناجي ربه ويقول؟ كان يتبرأ من حوله وقوته قائلا وقد هدد بالسجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا نبي يتبرأ من حوله وقوته، يقول يا رب أنا ما عندي طاقة وما لي قدرة وما لدي إني أعصيك، لكن عاجز أنا. إذا أنت ما تدخل، إن لم تصرف عني كيدهم، إن لا تصرف عني كيدهم أصب إليهم، أنا مثل أي إنسان وأكن من الجاهلين. فماذا قال له الله؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم، إنه هو السميع البصير. هكذا تكون استجابة الله عز وجل دائما. ولا بد أن يتوج الله صبر هذا الإنسان بالعطاء، بالعطاء، كما توج الله صبر يوسف بالعطاء. زوجه الله من تلك التي راودته عن نفسها، بوأه الله عرش مصر، أعاد إليه أبويه وأسرته، وهو القائل لما قال له إخوة يوسف وقد فاجأهم بنفسه، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا لا أشبع من تكرير هذه الآية أبدا. هذه خلاصة القصة ورصيدها النهائي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا ليس خاصا بالرسل والأنبياء، بل هو كلام عام لكل إنسان. طبعا هذا الكلام أقوله لهذا الشاب عندما لا يرعوي الأبوان، عندما لا يرعوي الإخوة والأخوات، عندما لا يتعاونون، عندئذ لا بد أن أوجه الكلام له، أقول له اصبر والتجأ إلى الله واستمسك بحبل الله وانتظر معجزات الله سبحانه وتعالى في رعايتك وحمايتك من كل سوء. هذا هو الكلام الذي أقوله. ولا شك أيها الإخوة أن هنالك دائما ابتلاءات، ما ننتظر أن ننفذ أوامر الله عز وجل على طريق مفروشة بالرياحين. طبعا هذا التصور خاطئ،
وهذا الانتظار أيضا خاطئ. وقد يقول قائل منكم والله هذا صحيح، لكن ابتلاء الله للصحابة ولمن بعدهم أقل بكثير، ما عانوا ممن نعاني منه الآن؟ المشاهد التي نراها والصور التي تتراقص أمامنا، أين أولئك الناس منها؟ ما كانوا يعلمونها؟ قد يكون نوع الابتلاءات مختلف، لكن في المقابل كانت أمامهم ابتلاءات من نوع آخر لم يبتلكم الله سبحانه وتعالى به. ولدى المقارنة نعرف هذا، وأيا كان الأمر فالعبرة ليس بنوع الابتلاء، وإنما العبرة باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يقينا من شرور أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.